توجيه أميري بإعادة النظر بقانون البصمة الوراثية صدر على لسان نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، الذي أكد على أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وجه رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بإعادة النظر بنطاق قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية وبما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحامي عادل عبد الهادي. محامي عادل، بصفتكم أحد مقدمي الطعن بقانون البصمة الوراثية، كيف تقرؤون التوجيهات الأميرية لمعالجة هذه القضية؟ يعني الحمد لله، يعني إحنا طبعا نشكر حضرة صاحب السمو على حكمته وتدخله في الوقت المناسب، لأن هذا الموضوع يمثل كارثة بالنسبة للقوانين. حقيقة أن هذا القانون يعني كل مسالم دستورية وقانونية خالف الخصوصية وخالف الأمن الاجتماعي وخالف تطبيق الدستور وخالف المواثيق الدولية، ومع ذلك وخالف حتى مواد الدستور المتعلقة في الشريعة. وبالتالي لما تدخل حضرة صاحب السمو، أنا أعتقد أن تدخله هو حكيم ورشيد، وبالتالي يعني كنا نعتقد أن الدولة فقدت حتى الرجال أنهم يقفون في الموقف، لكن تدخل حضرة صاحب السمو في هذه اللحظة أمانة أثلج صدورنا وطمننا أن إحنا في أيادي أمينة واتبع سبيل الحق ولو خل سالكي. نعم أستاذ عادل، ما هي التطورات التي ستطرأ على القضية المنظورة أمام المحكمة الدستورية؟ يعني شوف، احنا باكر الصبح قدمنا احنا كتاب لرئيس المحكمة الدستورية وقلنا له ان طلب تعجيل الجلسة على اساس انه ينظر فيها، خصوصا ان هناك توافق بين الطاعنين اللي هو الطعن مالنا وبالنسبة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء او مجلس الأمة اللي صدروا القانون، وبالتالي هناك توافق لإلقاء هذا القانون الذي يمثل شائنة ونقطة سوداء في جبين التشريع الكويتي. يعني هل بعد هذا التوجيه الأميري سيتم إيقاف أي إجراءات تتعلق بالبصمة الوراثية لحين الفصل في الأمر؟ يعني شوف، هم نفس الوقت اليوم الصبح احنا قبل لا نسمع كلمة حضرة صاحب السمو او توجيهات السامية، احنا رفعنا دعوة ادارية امام المحكمة الادارية وطلبنا من طلباتنا وقف كل الاجراءات التي اتبعتها الدولة ممثلة في وزارة الداخلية كاجراءات تنفيذية لتطوير وتنفيذ هذا القانون، وطلبنا من المحكمة ايقافها بصفة مستعجلة. انا اعتقد ان كلمات حضرة صاحب السمو وتوجيهات رئيس الوزراء حتما ستمنع اي تصرف واي تقدم بالنسبة لوزارة الداخلية في هذا الموضوع. مساندة وموافقة لهذا الرأي القانوني والخط اللي حضرة صاحب السمو توافق فيه مع الطعن، أنا أعتقد أن الحكومة لن تمس ولن تتحرك في هذا القانون، بالإضافة لأن هناك أيضا دعوة إدارية اليوم رفعت على أساس أن نحدد المسار ونوقف هذا العبث التشريعي اللي صار. الحمد لله ان حضرة صاحب السمو تدخل في الوقت المناسب. نعم. وانا اعتقد ان الدعوه بتعجيلها من المحكمه الدستوريه حتحسم هذا اللغط الى الابد. نعم، المحامي عادل عبد الهادي، شكرا لك.